احذف. ايزي يا عمي، قاعد تتعامل مع جون انت. ايزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بالمقطع الرابع من تختيم Red Dead Redemption 1. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة ويلا نبدأ. يلا نقول بسم الله ونكمل تختيم اللعبة الجميلة Red Dead Redemption 1 مع الأسطورة جون مارستون وخيلي السيء جدا جدا جدا. كان اسمع صوت ضرب. المهم أول شيء بسويه بروح أبيع قطعة الذهب اللي خذيتها في أول مقطع، وعندي مهمة البي والدبليو، وممكن اشتري سلاح جديد. خروح للمتجر اول واسوي نيو لوك بعد. خلني اروح ابيع القطعة. تتوقعون كم يشتريها مني؟ هذي يبيعهم، يبيع الريبت فوت اللي هو رجل الارنب، ما شنو فايدتهم صراحة. جيب تفاح. هذا خيل سلو سبيد، بطيء. اطلع نورمال يا جماعة، هذا نورمال، نورمال سبيد، نورمال سبيد، نورمال سبيد. تقريبا كلهم نورمال سبيد يا شباب. اذا عندكم اي نصيحة خلينا نبيع. ليش 100 يبا؟ اخذها ب 1000 يا اخي، ليش انت بخيل؟ والله يا جماعه ما ابي اشتري واستعجل صراحه، لاني في شغلات ما ادري شنو هي. هذه حق الخيل ختولي. خل اشوف هذا شنو، هذا افيلبل، هذا خيل التعبان، هذا ب 1500 فاست سبيد، هذا اللي راح اشتريه. بس 1500 من وين اجيب لك انا؟ والله من وين تجيب لك 1500 انت وعيونك طالع برا النطاره؟ خيولي نجي بعدين. خليني اروح اسوي نيو لوك. اقدر ولا ما اقدر؟ اتوقع هني ما اقدر، ممكن لانه هذا مو خل نحاول. Get down the hill high. زين انا ما ابي ادش الغرفة هذه الزرقاء، شلون؟ يا عمي ايش قاعد يسوون؟ يلعبون قمار. خليه يولون. اطلع 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 انت وركضتك، ركضة جراند. اطلع. والله شكلي ما اقدر اسوي نيو لوك، ما هو ضروري صراحة. خي ولي، خل نروح لمحل اسلحة اشتري سلاح جديد. وبعدها نروح لمهمة الدبليو. خل نشوف شنو عنده. يا اخي بالبوت انا شلون الدبل شوت جن جيب، ممكن احتاجهم. جيب الدبل. شريت من عنده الدبل وشريت من عنده الطلق. حلو نايس. لازم اجمع 1500 عشان اشتري هذا الدبل. حلو، خروح لمهمة الدبليو. ويست ديكنز اسمه. هذا النصاب اللي موجود في اضافه الزومبي. يا جماعه يعجبني جاك يا جماعه، احس انه ما يرى بشر، يعرف انه نصاب. ويست ديكنز. نايجل ويست ديكنز من ايست شيب لندن، نيو ويفرلي نيويورك، اند ارماديلو نيو اوستن. والله جاك ما يحترمه والله. جون جون سوري. much better. But for you,
sir. I do a bulk discount rate of 195 an ounce. يبقى راح اعطيك خصم $1. That's a lot of immortality. Give it up, old man. That's Mr. West Dickens to you, boy. يقول له يعني الشايب، قال انا اسمي ويست ديكنز، لا تقول لي الشايب. والله يا جماعه جون ما يرى بشر. But this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along. Let's ride over to my newest customer at Ridgewood and I'll explain why. شوف النظره. النظرة يا شباب، تقول انت يعني امسح فيك الارض، انظف فيك الارض. والله يا جماعة اللعبة حلوة وممتعة. انا اسوق فيك الشايب يعني شنو؟ واخر انت ويا لا ادعمك الحين. خروح لي المارك. يا جماعة هذا اللي اسمه ويست ديكنز كان موجود في اضافة الزومبي. وخر انت وخر، لا ادعسك بالعربة. خليه يسكتون عشان يكون موضوعه. ما اتوقع انهم راح يسكتون لان يا حالات صوت جون يا اخي. يا جماعة هذا ويست ديكنز كان يسوي خلطات للزومبي، إضافة الزومبي، فبدل لا يخلي الزومبي يروح لا سوى خلطة من تمسكها الزومبي يهجمون عليك طبعا، ويبيعها لا ويبيعها سعر غالي. بعدين جاه جون وهدده ومن الخوف قام يوزعهم ببلاش لأن الخلطة ما ضبطت، فهمت شلون؟ يعني بدل لا يبعد الزومبي لا الزومبي يهجم عليك ويقطعونك، فهمت شلون؟ الحين قربنا يا شباب، اتفقت انا وياه كانه ما يعرفني طبعا. وصلنا يعني هو يقول لي انا ابيع تونيك ولكن كاني ما اعرفك. طبعا اتفاق، شوفوا نزلني هني الحين. الحين اجي ولا كاني عارفه لان هو نصاب اساسا يعني، فلازم يلف ويدور. فخروح له. بعيد شوي بعيد شوي، جيب خيلي. تعال يا خيلي راح ابيعك يا حبيبي، راح استغني عنك يعني بالاخير لانك فعلا فعلا تعتبر سيء جدا. وخر انت لا ادعمك بالخيل وخر. وصلت له، شوف الحين كأني ما عارفه، لا شفته ولا شافني ولا صار بيني وبينه أي حديث. Friends, hard-working souls of Chola Springs, نصاب كبيرة، والله أنت نصاب كبيرة. That makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chests, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and يسوي مشروبات للديد اي، عرفت الديد اي اللي. But can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's. Some customer here who could. يقول إحنا بيختار واحد يجرب عليه. You sir, come up here. اختارني أنا كأنه ما يعرفني، نصاب. يا جماعة نصاب، يا جماعة نصاب كبير. يقول بجرب عليه كل تونيك فاختارني أنت، يعني كأنه ما أدري. بس خاف يغدر فيني يا جماعة. طبعا مشاريبه في الانديد نايت مير اضافه الزومبي او كلب. الاضافه الديد اي موجوده في الزومبي من اول ما تبدا طبعا، بس الحين لازم تجي عنده وتشربها.
vindicated. Your eyesight has greatly improved. Is that not so, friend? الحين لازم اجرب شوفه. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just يقول اضرب الراس اللي هناك. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. يقول hold L2 down to draw your weapon. هاش موضوعه هو شنبة تقول مكنسة. يقول شوت ما يقول ضرب لي براسي. Been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. عطاني تحدي يقول راح يحذف القبعة بالسماء وتضربها. طبعا ايزي يا جماعة. يا جماعة ايزي بالنسبة لي. شو ايش قاعد يسوي؟ يلا احذف يلا. يلا احذف بسميه انا ابو شنب مكنسة. يلا احذف يلا. احذف. ايزي يا عمي قاعد تتعامل مع جون انت. ايزي ايزي. طبعا زعل ابو شنب مكنسه زعل. شفت شلون زعل علي؟ لا تمد ايدك لا اكسرها لك الحين. لا اربطك بشنبك ترى. أربطك بشنبك زين. قاعد أسوي حماية شوفوا بالمثلث. تعال خلي الناس تتفرج عليك تعال. قلت لك أربطك بشنبك بس أنت ما تفهم. الله وحش أبو مارسن يا أخي. شوف شلون قدر اطلع لك الشات كنت اقول شاري جديد ترى. ها اضربه يعني ولا شنو؟ الله عليك الله عليك يا اخي انت وانت انت ما عرفت منو خصمك بالاساس يعني. كلهم قاموا يشربون كلهم قاموا يشربون. يلا على المستشفى يلا. كلهم قاموا يشربون. انت كذا اتوقع معاي الميزه الديد اي خلاص ولا لازم اشتري تونيك عشان افعلها؟ About your predicament, and I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. Beware of the Greeks burying gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. والله حلوة ردد ون يا شباب. والله أنا حلوة اللي ما لعبها. راح تستمتع. والله راح تستمتع. But I'm sure you two will get on. He's a most often found at Coots Chapel. He's very devout. Why see him? باخذ له صورة شباب باخذ لهم صورة. إذا طلعت صورة حلوة باخذها. حلو خلصنا من ويست ديكنز طلعت لي مهمة حرف الاس عليها على طول يلا. حرف الاس إذا قريبة عند الارمادلو بسوي فاست ترافل. شنو صار؟ كان سوالي تطوير كأنه أعطاني باور للخيل. لا 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 الخيل هذا اللي داخل أحاول أخذه يعني.
لازم ادش بالخيل. بحاول يمكن اربطه واخذه معاي اذا اقدر. خل ربطه، والله شكله قوي يا جماعه. ايزي بوي ايزي بوي، والله سحب فيني يا جماعه. ايزي ايزي بوي. ايزي بوي ايزي بوي، لعبتي تبريد الخيول. والله يا جماعه اذا اعطاني هذا وكان قوي راح يكون شيء اسطوري. ايزي بوي. يلا ريلاكس حبيبي ريلاكس. اوه ريلاكس يا شباب. الحين يقول لي تيك روح اصطبل. بيعطيني اياه ولا يبيني اوديه له داخل الصبل؟ هذا النصاب بعد. لا تكفى بيه. والله بيه. اعطاني $6 عشان اجيبه. لا يا اخي والله توقعت اني اقدر اخذه. ما عليه ما عليه، ناخذ خيلنا. ايش نسوي؟ الله يصبرني عليك. تعال تعال حبيبي تعال تعال، الله يصبرني عليك بس تعال. تعال نط بعد، ما تعرف تنط. اصعد الحين، بروح لحرف الاس يا شباب. خلينا نشوف الحرف الاس وين بالضبط. قريبة عند الارمدل، وحلو اقدر اسوي سفر سريع. الحين قربت للارمدلو، وتحية للارمدلو، وسكان الارمدلو، وزوار الارمدلو. يا اخي رهيبة، ودي اعيش بنفس المكان هذا شهر شهرين. انا ما ادري وين هي، بامريكا ولا وين ما ادري. خلينا نشوف المهمة وين بالضبط. قريبة الارمادلو، ما ادري وين مكانه صراحة. بس الساين دوني اللي موجودة في ردتو هي فرنسا، والفالنتاين اتوقع في فرنسا، والتمبل ويد ممكن بامريكا الغرب الامريكي، والارمادلو اتوقع بامريكا. قربنا الحرف الاس. يا جماعة سيث هذا رهيب، شخصية رهيبة مجنون، يعني طابع كوميدي راح تحبونه. لاحظوا اسلوبه، بخليكم تستمتعون مع الشخصية الفريدة من نوعها. Excuse me, are you Seth? How do you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. يا جماعة شخصية رهيبة. I need your help, Seth. أبساعدك يا سيث. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for one second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess. I hate people. يقول عطاه من الآخر. مسكين ماخذ مواقف من الناس. Scrambling around, look for maps, half insane. I ain't washed in six months. My hair falling out. يقول لم أستحم منذ 6 أشهر. وشعري يتساقط وحالتي يرثى لها. What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. Moses Ford. يا جماعة اسلوبه جميل. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. شوف لاحظوا ها. And what I would do to him now. والله جميل جدا. Because he stole half my goddamn map. Goddamn map. The map partner. The map that tells me where it is. سرقوا منا خريطة الكنز أو نصف خريطة الكنز. I don't make me tell, partner. It's mine. It's mine. All mine. Sure. Where's this Moses now? شكله وافق. He's at Benedict Point.
هو قاعد يفتش بالقبور ترى. يقول مو موسى، في واحد صديق اسمه موسى. Come on, Seth. Let's go see Moses. Get your map back. يقول خروح لموسى ورجع لك خريطتك. يقول يعني ممكن إني أقدر أساعدك. أقنعنا، أوكي. والله يا جماعة سيث هذا شخصيته في Red Dead 1 هذه، بس إضافة الزومبي Undead Nightmare. يا أخي أول ما شفت شخصيته حبيته على طول. شخصية جميلة جدا. الحين راح نروح نبحث عن خريطة الكنز اللي سحب عليه خويه. طبعا في ممكن ماخذ مواقف من الناس، عرفت شلون؟ عبال الناس كلهم سوا يقول انا اكره البشر. الحين لازم ان نروح ونرجع له خريطة الكنز. واخيرا وصلنا يا جماعه، مشينا مشوار طويل. My partner, my children, my wife. الحين لازم نرجع خريطه اللي سرقوها منا. ان شاء الله اقدر. يقول موسى موجود هناك. والله لا كسر له راسه الحين. Distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch. I'm sure I can think of something. والله يعني أتمنى تعطوني رأيكم بشخصية سيث، والله رهيب. شوفوا فيلم. أنا عارف شكله موسى من إضافة الزومبي، أنا عارفه، مو هذا ولا هذا. أنا عرفته هو ميت وصاير زومبي وجهه ما نعرف إيش. اتوقع انه اسمر. الله عليه، الله على الشخصيه. خلني اروح اخذ الخيل، يعني نسرق الخيول يعني ولا شنو؟ نسرق الخيول. سرقت الخيل، ما ادري صح ولا لا، ما ادري. والله وهاجني سيث يا شباب، والله وهاجني سيث. قال يسرق الخيل شكله، هو عليه غرامة 20. العيون سيث حاضر، لازم اضيعهم. ما بقى شيء. تكفى لا تتعب، تكفى لا تتعب، رد استمنه بسرعة. حذفنا الكلب، اوف خلصت. قال يرجع لسيث، سرقنا الخيل. شيطاني سيث ها. الحين وصلت عند سيث. يا اخي مجنون، والله مجنون. شوف حركاته، شوف. تدري شنو قال؟ يعني قال اخذ الخيل واهرب عشان يلحقونك الشرطة وهو يقعد يلوت، فهمت شلون؟ يو جيت اي سيف سر. والله انا بنجلدك الحين جلد يا موسيس. الحين لازم نربطه، شنو؟ نعامله معاملة البقر يعني شنو؟ تعال تعال تعال. خليني اربطها. تعال 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 تعال. وين خريطة سيث؟ وين خريطة سيث يا حرامي؟ وخر يا خيل لا تصير معاه. وين خريطة سيث يا حرامي يا نصاب؟ يلا تعال سيث، تعال اجلده. يلا خليني اشيله. لا لا الحين استجوبه يا جماعة. هذا موسى كان مع سيث في إضافة الزومبي،
وكانوا يلعبون الورقة اللي يسمونها الجيم كارد. قاعد يقول له جون، قاعد يقول له الناس قاعد تاكل بعض، الزوج ياكل زوجته، الزوجة تاكل اطفالها. قاعد يقول انا ما همني. قاعد يلعب مع منو؟ قاعد يلعب مع موسى. موسى كان ميت وطلع من القبر. كانوا يلعبون الورقة. فيلم يعني، فيلم كبير. Where is my damn map? You've always been a twisty little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you off. بوريكم وجهه بالزومبي، بحط لكم لقطة. Till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. I suggest you take my advice and start talking. والله حقير يا أخي، سرق خوية. I want to cut into a bona fide man's flesh. Ain't never cut into a live one before. شو شو يسوي؟ شو يقص راسه؟ قص شعره، شعره. آه، اعطانا مكان الخريطة. كأنه قال كلمة كلمة وسخة. I don't have no money, but I got me a pardon letter. Here, take it. You earned it for helping me with the boat. روح الشخصية. الله عليك يا سيد. Come on, we can pay it off in the telegraph office. خليك مربط انت، خليك مربط. Best we deal with this now, mister. خلنا نتبع سيد. عليه باونتي 20. اوف. وراح ودينا المجنون هذا. كير يور باونتي، لازم ادفع اللي علي يعني شنو؟ خلنا ادفع. Maybe I'll get some peace now. دفعت الغرامة. So, mister, thanks for your help. Welcome. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. يعني حاولنا نساعده ورجع له الخريطة بس ما قدرنا. إن شاء الله نحصله في مهام جديدة، لأن سيث رهيب يا جماعة، رهيب رهيب، شخصية أحبها والله. من أول ما شفته في إضافة الزومبي أبهرني، فعلا أبهرني. يعني أنا مو أي شخصية تعجبني في الألعاب، فهمت شلون؟ ولكن سيث استثنائي. وبس هني أكون وصلت نهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم إن شاء الله في مقطع قادم تختيم Red Dead Redemption 1، والسلام عليكم. هذا يحتاج مساعدة. شنو؟ اوف 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 اوف. لا يقتلونه، لا يقتلونه. توقعت مات. اعطاني 5 فيم. ويلكم ويلكم ويلكم. واجب هذا، واجب.